حلول سريعة لهذه القضية، لأن الوقت الحقيقة مش في صالحنا في موضوع ندرة المياه وكمان التأثير بتاع تغير المناخ، خاصة مع وجود موجات حادة في الجو بتؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطن. هتكلم على 3 حاجات ممكن إن احنا نطرحهم في كايرو ووتر ويك يكون لهم تأثير مباشر. فخامة رئيس الجمهورية من خلال رئاسته للجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ في 2015 أطلق مبادرة لأفريقيا اسمها المبادرة الأفريقية للتكيف، وعملنا جاهدين على في خلال 2 سنين أثناء رئاسة مصر إن احنا نبلور هذه المبادرة. والآن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وللربط الوثيق ما بين تأثير تغير المناخ على الموارد المائية وأن التكيف هو الأولوية الأولى للدول النامية وبالأخص أفريقيا، برا إن احنا نضع المبادرة الأفريقية للتكيف عين الاعتبار في المناقشات اللي هتتم أثناء الكايرو ووتر ويك، لأن هي حاجة موجودة ومحتاجين كلنا إن احنا نشتغل عليها. على المستوى الوطني لما رجعنا من الاجتماع بتاع بولندا وتم الخروج في برنامج عمل باريس، تم تعزيز ورفع مجلس الوطني للتغيرات المناخية اللي بيضم كل الوزارات ليكون برئاسة دولة رئيس الوزراء، ويضم طبعا في عضويته وعلى أولها وزارة الموارد المائية والري. فابتدينا نرفع من الجزء من الناحية السياسية وأهمية تغير المناخ. نجحنا في خلال الفترة اللي فاتت، وزارة الري نجحت بمجهود الشباب إن هم يحصلوا على تمويل 31.4 مليون دولار منحة للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال صندوق المناخ الأخضر. احنا دلوقتي بنكمل على ده لأن احنا محتاجين نجد مساحة في كايرو ووتر ويك لمناقشة ملامح الخطة الوطنية للتكيف اللي احنا بنقوم بإعدادها حاليا، لأن بدون وجود المياه مش هنقدر يبقى فيه أي نوع من أي تكيف مع التغيرات المناخية. الجزء الدولي مهم إن احنا نحضر في كيفية التصدي لقضايا تغير المناخ وتأثيرها على الموارد المائية، تأثيرها على البحيرات، في خلال مراجعة مرة أخرى للهدف ال 13 اللي هيتم مناقشته في المنتدى السياسي رفيع المستوى. ليه أنا رصدت